السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. وانتم ما كتشوفوا في هذا الفيديو، هذه فيديو جديد ونهار جديد. كيف ما كتشوفوا البنات، الفيديو ديال اليوم وكيف ما تشوف العنوان، تقضية ديال الأسبوع، يعني تحت طلب عديد ديال المتتبعات. ونيت أنا شحال هذه ما بقيتش حطيت هذا النوع ديال الفيديوهات عندي في القناة، مي كنت كنحطهم صراحة كل أسبوع. ومني طلبتوها مني بحال فكرتوني، وحتى أنا البنات ما غاديش نكذب عليكم، حتى أنا شفت راسي وليت كندخل في يعني في الميزانية، يعني وليت كان ولو عندي مصاريف كثيرة، ديك دخل خرج كدي الفلوس صراحة. كنكونوا معولين مثلا غادي نصرفوا 200 درهم في السيمانة، بقوة ديك دخل خرج في النهار، كل نهار جيب هادي خاص هادي خاص هادي، كتولي كتشوفي حوايج اخرين، كتبغي تشري حوايج اخرين. اللهم قلت غادي نرجع للسيستم ديالي العادي اللي صراحة ولفوه متتبعات عندي في القناة من بداية القناة، انني كنت نشارك معهم التقضية ديال الاسبوع ديالي والتقضية ديال الشهر ديال التمويل ديال الشهر، يعني كل شيء. كيف ما كتشوفوا البنات، انا قبل ما كنمشي نخرج كنقيد داكشي اللي غادي تخصني، وكندير هاد الطابلو هذا، يعني كندير يعني سلسله ديال الاسبوع كامل، يعني من الاثنين حتى الحد. بحال دابا اليوم ان شاء الله السبت، يعني غادي يبدا البروغرام ديالي من غدا ان شاء الله الحد. اليوم غادي نديباني باش ما كان. دونك البنات كيف ما كتشوفوا، بالنسبه للبنات اللي مقبلين على الزواج، بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يسيروا ريوسهم، بالنسبه للبنات اللي كيخسروا اكثر من الطاقه ديالهم، ويعني وكتقول لك انا مثلا 200 درهم ولا 150 درهم ما يمكنش اني ندوز بها الاسبوع. لا، تقدري تدوزي بها الاسبوع الا نظمتي وقتك وعرفتي كيفاش تسيري الامور ديالك. دونك كيف ما كتشوفوا، هاد الورقه هذه كتبت فيها يعني كل شيء اللي غيتخصني من غدا وغوتي وعشاء، يعني من الاثنين حتى الاحد كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للاثنين كيف ما كتشوفوا، الحوت انا ما غاديش ناخذو حيت ديجا عندي، الزيتون قيدته في الورقه يعني غادي نجيبو معايا، الدنجال عندي ولكن غادي نزيد، بقات عندي شي حبه ولا جوج، غادي نزيد فلفله. بالنسبه للغوتي كيف ما كتشوفوا البنات، كل نهار وشنو مقسم الله، وكل نهار وشنو غادي ناخذ، يعني وشنو غادي ندير، سمحوا لي. وبالنسبه للعشاء بطبيعه الحال راه الواحد يعني العشاء هكا خفيف وصافي. مهم كيف ما كتشوفوا الورقه، ها هي الورقه قدامكم، انا اكسبري بينتها لكم هكا مزيان مزيان باش اللي بغات تسكريني وتاخذ فكره، تقولوا لي شاركي معنا روتينات ديالك باش ناخذوا افكار شنو نطيبوا شنو نديروا. هذا مهم، هذا هو الروتين ديالي ديال الاسبوع كامل البنات. الا بغيتوني نشارك معكم الروتين ديالي اليومي، يعني كيفاش كيدوز من الصباح حتى العشيه، ولكن مختصر ما كاين حتى شي مشكل، خليوا لي غير في التعاليق عطوني افكار باش نبقى نحط لكم الفيديوهات البنات. واللي عجب يعني واللي اتفقت على شي يعني اللي اتفقت على شي تعليق او كومونتير، ما على دير غير اللايك باش يطلع لي انايا ونشوف الاكثريه ديال الفيديوهات اللي نتوما باغيين. دونك البنات هنا كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتاخذوا فكره. مهم هنا كيف ما كتشوفوا، قلت لكم تاخذوا فكره على هذا الشيء اللي كنوريكم. دونك هنا هذه الورقه هذه حطيتها هنايا في الثلاجه، درت لها هذوك اللعيبات باش تبقى لاصقه ليا. مهم بلا ما نوصيكم البنات، اللي اول مره غادي تشوف القناه ديالي كنقول لها مرحبا بك والف مرحبا. الى عجبك المحتوى ديال القناه اكيد اشتركي معنا في القناه وضغطي على الزر الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. ومرحبا بالجميع وشكرا على الدعم المتواصل ديالكم البنات، والهلا يخطيكم عليا. دونك البنات هنايا خديت 4 كيلو ديال البطاطا، يعني باقي عندي شي شويه ديال البطاطا، حيت انا واخا كنتقداها كالبنات الاسبوع، راك ضروري ما كنشيط شي حاجه، يعني ضروري كتبقى ليا ديك ثلاثه الحبات ديال مطيشه، كتبقى ليا بصله، كتبقى ليا فلفله، يعني ضروري من داك الشيء. المهم خديت 4 كيلو ديال البطاطا، البطاطا كتعرفوها كنستهلكوها بزاف، كيبغيوها الوليدات بزاف. هنا خديت كيلو ديال الفلفله، وصراحه الحمد لله والشكر لله الاثمنه مناسبه. بالنسبه للبطاطا خديتها ب 50 ريال،
هنا خديت كيلو ديال الدنجال، باقي عندي الدنجال، ولكن زدت كيلو ديال الدنجال اللي بقى ليا ما كاين حتى شي مشكل نستعملو السيمانه الجايه. وكيف ما كتعرفوا ان الدنجال والفلفله يعني الخضره اللي كتصبر راه كتصبر. بالنسبه لهنا الليمون خديت باردون سمحوا لي البنات، هنايا الحامض خديت كيلو ديال الحامض، غادي ندير وحده دابا في الدجاج، وغادي نخلي وحده ابار وثلاثه غادي نغسلهم مزيان مزيان، وغادي نديرهم في كونجيلاتور باش ندوز بهم الاسبوع ديالي باش ندير لهم العصير ديال الحامض. كيف ما كتشوفوا راه عندي يعني في السلسله ديال الاسبوع. هنا البنات من ضمن يعني الوجبات اللي غادي ندير، غادي ندير ان شاء الله السلاوي، غندير مريقه ديال السلاوي بالدجاج. هنايا البصله ديجا عندي وخديت البصله عاوتاني، هنا البصله البنات دايره غير درهم، خديت هنايا 3 كيلو ديال البصله. بالنسبه للخوص، الخيار، خيزو، اللفت، القرعه الخضراء، هادشي كله باقي عندي، داكشي علاش ما خديتوش هكا على حساب كسيكسو. هنا مطيشه البنات ب 50 ريال، ب 50 ريال هنا خديت غير كيلو، ولكن راه زوينه يا البنات. كيف ما كتعرفوا ديجا باقا عندي مطيشه، وصراحه مطيشه كنستهلكوها بزاف مع هاد الصاد هذا في لي سالاد وداك الشيء. انا بعدا سالاد ماروكان ما كتخطانيش في كل وجبه. وبالنسبه للخضيره ديال الكسيكسو كيف ما قلت لكم، عندي اللفت، عندي خيزو، عندي مهم عندي اللفت وخيزو وقرعه خضراء، يعني هنايا طريف ديال الليشو، وهنايا نص كيلو ديال القرعه حمراء، يعني كاف يعني. وان شاء الله هاد المره هادي هاد الاسبوع هذا غادي ندير كسكسو غادي ندير كسكسو البنات بالدجاج. صراحه شحال هادي ما درت كسكسو بالدجاج. هنايا الثومه خديت ربعه ديال الثومه، ربعه كبيره ديال الثومه ما بقاتش ليا، والثومه كنحتاجوها في الدجاج، كنحتاجوها في الحوت، كنحتاجوها يعني في كل شيء. هنايا خديت السمن، هنا السمن ان شاء الله غادي نديرو على حساب غدا ان شاء الله، كيف ما شفتو في الورقه غادي نديرو على حساب هكا مريقه بالدجاج والفريت، وغادي نديرو في الرفيسه. صافي. وهنايا الزيتون على حساب الحوت، وهاد الحامضه مصيره على حساب كيف ما شفتو في الورقه، يعني كتبت لكم كل شيء في الورقه. وهنا الحار المساند الرسمي البنات اللي ما كيخطانيش وكينفعني في كل شيء البنات صراحه. صافي. هنا والربيع باقي عندي القزبر معدنوس في كونجيلاتور، ولكن خديت انايا هذا هكا طري حيت كنحتاجو، يعني غادي نقطعو ونغسلو ونخلي حتى يتسقطر مزيان عاد نقطعو. صافي. وبالنسبه للديسير لا غادي نشوفوا بعدا الدجاج هو الاول. هنا خديت البنات جوج دجاجات، خديت جوج دجاجات يعني غادي يدوزوا لي الاسبوع يعني من داك الشيء. هنايا خديت جوج دجاجات، كل وحده فيها جوج كيلو، وحده خليتها صاينه ووحده يعني قردها ليا، ولكن حتى هذه الثانيه غادي يعني غادي نقردها حتى هي. وكيف ما كتعرفوا الطريقه ديالي ديال الغسيل البنات ديال الدجاج، كندير فيهم كندير فيه الحامض والملحه وسكينجبير، هكا كيخلي الدجاج نقي وحتى ديك الزفوره ما كتبقاش فيه نهائيا. صافي. هنايا غادي بالنسبه للبنات كيف ما كتشوفوا في ديك السلسله راه درت فيها الرفيسه، درت فيها بحال مثلا الرفيسه غادي نديرها نهار السبت يعني الجمعه في العشيه، غادي ندير مسمنات منها نديرو بهم الكوتي، ومنها يعني نص ديال العجينه ندير بها مسمنات، غادي يعني غادي نورقهم بالزبده وداك الشيء. والعجينه الثانيه غادي نديرها هكاك هكا نديرها بالرغيفات ديال عيب الزيت، نطلقهم غير بالزيت على حساب الرفيسه. هنايا خديت كيلو ديال البنان. بالنسبه للديسير البنات هنايا خديت كيلو ديال البنان، وخديت كيلو ديال البرقوق، وخديت هنا كيلو ديال التفاح. بالنسبه للديسير البنات عندكم بعدا التفاح والبنان ضروري خاصهم يكونوا عندي على حساب اسعد وامجد، غير هي بالنسبه للبرقوق نقدر كل سيمانه ناخذ فاكهه يعني متنوعه كل اسبوع وكيفاش. هنايا خديت واحد شويه ديال القرقاع وشويه ديال اللوز، ماشي بالضروره انني انكم زعما تدخلوه في التقديه ديالكم ولا شي حاجه، ولكن انايا بالنسبه للقرقاع واللوز صراحه انا البنات ضروري خاصهم يكونوا عندي، عندكم اللوز والقرقاع والتمر ضروري كيكونوا عندي في الدار،
يعني بعض المرات كنعمر عليك ويز يا لاتاي حتى الا ما لقيت ما نحط لا دوزاتاي لا كيكه ما عنديش شي حاجه كنحط غير هاد التقيوتات هادو وكنشرب كويز يا لاتاي ديالي. هنا البنات هاد الدلاحه هادي راها ما داخلاش في هاد 150 درهم. صراحه البارح كنت خرجت انا وعبوزتي حيت المارشي قريب ليها وبان لي هاد مول الدلاح عرفتي وذوقني من واحد الدلاح عنده عرفتي بنين عرفتي وحلوه دوك الدلاح المرمل المهم اللي كتوحم تسمح ليا. فلقيت الدلاحه كدير ب 300 درهم ويلي قالت 300 درهم كنلقيت الدلاحه كدير ب 300 ريال ويعني بلا طابع وكل شيء يعني هزي يعني بلا طابع. وكاينه هذه يعني ديال الكيلو كدير ب 50 ريال الكيلو الا بغيتيها بالطابع يطبعها لك ولكن قال لك على ضمان تقولي الا ما خرجاتكش زوينه رجعيها ليا. المهم هذه فيها 16 كيلو جات ب 40 درهم. صافي هادشي اللي كاين البنات. الفيديو ديال اليوم صافي غادي يكون سهل. كنتمنى البنات انكم تكونوا خديتوا فكره يعني مبتدئات يعني يلاه غادي تجوجوا ميم حتى ربات البيوت اللي ما كيعرفوش يسيروا ريوسهم داكشي. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعليق الزوينه ديالكم وبسلام عليكم حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.